بكم في حلقة جديدة من برنامج انتبه. حساسية الأنف تصيب على الأقل 20% من اللي بيشوفونا في جمهورية مصر العربية و33 في بعض الدول المحيطة بنا. مشكلة حساسية الأنف إنها كانت لا تشخص غالبا، والناس بيعتبروها برد، يقول لك أنا عندي برد بقالي سنين، أو عندي برد طول السنة، أو برد طول عندي طول فترة الشتاء. مشكلة حساسية الأنف إنها كانت لا تعالج بما تستحق، لأن البعض يقول لك أنا هاخد أي دواء يفتح لي الأنف، أنا هاخد بعض القطرات الشهيرة اللي بتفتح الأنف وبعد كده تعمل لي مشاكل وخيمة في الأنف نفسها، أو البعض يقول لك أنا مش مشكلة أنا أعيش ومش هيحصل لي حاجة، ده هي في أنفي أنا بتحمل. لا، حساسية الأنف بوابة لإصابة بحساسية الصدر. حساسية الأنف ممكن تخليني بعد كده يجيني حساسية عين. حساسية أنف معناها إن أنا الغشاء المخاطي للأنف والجيوب الأنفية أصبح متحسسا ضد بعض المواد الموجودة في البيئة. مهم أو بسرعة إن إحنا نعرف إن عندنا حساسية لإيه، وده اللي أصبحنا نقدمه في مصر دلوقتي، بنعرف الناس ما هي مسببات الحساسية، وده اللي بيخليهم دلوقتي يدخلوا في منظومة الشفاء. أيوة، في شفاء للحساسية طالما أنا عرفت أنا عندي حساسية لإيه، أنا ممكن أمنعها من الأول، ممكن أمنع تفاقمها، ممكن أعرقل تقدمها، ممكن أنا لو عرفت أن عندي حساسية مثلا للأتربة إن أنا آخد مضادات الأتربة دي وأعيد برمجة الجهاز المناعي بتاعي، وبعد كده أمشي في الأجواء المتربة ما يحصل ليش حاجة. وده الجديد، وده لازم إن إحنا نتمتع بيه طالما أصبحت متاحة وأمينة وما فيش فيها مشاكل. المشكلة الثانية في حساسية الأنف إنها ممكن الناس مش عارفة برضو بعض الأعراض، يقول لك طب قول لي الأعراض إيه. ممكن إنها تيجي لك بصورة انسداد في الأنف، تنقيط في الأنف من الأمام، سرسبة من الخلف، حكة، فقدان في الشم، وممكن تجي لك بصورة صداع غير معلوم السبب، وتلاقي بعد كده في مشاكل في العين أيضا، احمرار في العين أو تدميع في العين أو هرش في العين، وتلاقي فيها معاها أحيانا بيبقى في حكة في الحلق أو في الحنجرة، يقول لك أنا حاجة مش عوضة أنا عندي في مناخيري وفي حلقي. وفي أحيانا بتبقى في أحيانا أرضا أيضا تلاحظ إن عنده يقول لك أنا فعلا أنا بتعرض للاضطراب، بحس ان مناخيري مش عوطه وجلدي بيحرقني او جلدي بيكلني، او في منطقه اخرى مثلا ممكن حتى المناطق التناسليه يقول لك الحساسيه ما بتزيدش في انفي الا لما تزيد في المنطقه التناسليه ايضا. وده ليه؟ عشان مثلا عنده حساسيه لماده ما في البيئه زي الفطريات، ممكن الفطريات تزود الحساسيات حتى حساسيه الانف. والفطريات مش بس الموجوده في الحمامات او في بيوتنا، صحيح بتحب الاماكن المظلمه والاماكن اللي فيها رطوبه، ولكن في عفونات جويه وفطريات جويه ممكن تيجي لنا وتكون موجوده في حتى في سياراتنا. مشكلة حساسية الأنف أيضا إنها بتخليني ممكن ما تمتعش بحياتي. أنا دلوقتي لو الأنف هتدخل لي كمية مثلا الأكسجين نصف المعتاد، طب ده هيخليني آخد حصتي قليلة من الأكسجين، وبالتالي هيبقى عندي أنيميا أكتر، بيبقى عندي مجهود أقل، بيبقى عندي ميل أكتر للوخم والكسل، وأنا مش عارف ليه. ده برضو حساسية الأنف هتدخلني في مشاكل إنها لو أنا أهملتها لازم في الغالب هتدخل في حساسية صدر. يبقى أنا لو عايز أوقف الرب ممكن دلوقتي أنا أبتدي أشتغل إن أنا أعالج حساسية الأنف للشفاء إن شاء الله، والعكس صحيح. وجد أيضا إن حساسية الأنف أحيانا بتعالج ببعض الأدوية التقليدية. الأدوية التقليدية اللي مؤقتة اللي بتفتح الأنف مش مستحبة وعواقبها أو مشاكل حتى أصبحت تعمل إعاقات عند البعض، ده ممكن يخلي في مشاكل في الغشاء المخاطي، يؤثر على الأنف، يؤثر على الشم في المستقبل. وجد أيضا إن أدوية البرد كلها البعض بيستخدمها أحيانا ك مواد مساعدة للحساسيات الخاصة بالأنف، ولكن الأفضل أن أخذ مضادات الحساسيات وأخذ الأشياء اللي بتعيد برمجة الجهاز المناعي خاصة المناعة الأنفية، وأعيد نظافة الأنف مرة تانية. أن أنا أعلم الناس أنها تغسل أنفها عدة مرات، أنها أما تشم حاجة تغسل أنف أول بأول، أنها تأخذ قطرات الماء المالح أو اللي احنا بنقول عليه اللي هو النورمال سالين الموجود في الملح الطبيعي الموجود في الصيدليات، دي فعلا يبقى ليها دور مهم قوي في الإقلال من الاحتقان وفتح الأنف مرة أخرى. مهم كمان أن احنا نعلم الناس زي تتنفس صح. لازم احنا لما نستنفذ الهواء ان احنا نستنشق هواء بصوره عميقه، الصوره العميقه دي بتخلي الانف تاخد كميات كبيره من الهواء. مهم كمان ان احنا نتجنب التيارات البارده لان برضو دي بتزود من مشاكل حساسيه الانف.